فترة حسيت لي حادثة كنت هخسر فيها حياتي، وعديت بفترة صعبة بعدها. نفسيتي كانت تعبانة والدنيا سودة في وشي ومش شايف لنفسي أي مستقبل. الحمد لله قدرت أعدي من الفترة دي، واكتشفت إني بالرغم اللي خسرته فيها مكاسبي كانت أكبر. قررت ساعتها إن الحياة أغلى من إني أضيع منها لحظة يأس أو إحباط. وعرفت أنا عايز أعمل إيه. أنا عايز أعيش حياتي مش أتفرج عليها من بره، عايز أشارك وعايز أدي للناس أمل، عايز أدي للشباب أمل. فأنا قلت بقى أنا إيه، هاخد عجلتي وجيت من القاهرة وبلف على المحافظات دي واللي منها كفر الشيخ وأشوف الناس عايزة تقول إيه. ياسين الزهري شاب خد زمام المبادرة وقرر يشارك في مؤتمر الشباب اللي انعقد في مكتبة اسكندرية بطريقته الخاصة. ياسين قابل تحدي كبير في حياته وقدر يتغلب عليه، وده علمه يحس بالناس ويقدر ظروفهم، وكرس حياته كلها لمساعدتهم يواجهوا التحديات والمصاعب اللي بتقابلهم. لف محافظات بحري على العجلة وقابل الناس وسمع أصواتهم، وطلع برسائلهم على مكتبة اسكندرية وسلمها لسيادة الرئيس شخصيا. ياسين انضم لشباب مبادرة حياة كريمة علشان يقدر من خلالها يساعد أكبر عدد من الناس. ياسين بالرغم من المصاعب اللي بيواجهها من أنشط الشباب، وفي أي مكان وفي أي وقت أي حد هيحتاجه هيلاقيه قدامه. ناس كتير جدا. مساء الخير سيد رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الحضور والمصريين في كل مكان، اهلا بكم. قبل اي حاجة، انا وقفت قدام حضرتك من 4 سنين، حضرتك كرمتني بعد شقاء، و اليوم ده أنا فاكره كويس جداً وهيفضل معلم فيها دايماً، لأني لو كان عندي عزيمة ولو كان عندي استعداد أفضل أجري 10 سنين قدام، فهو بعد اليوم ده فعلاً بقوا 1000 مثلاً على الأقل. شكراً، أنا بشكر حضرتك على الفرصة دي جداً. للي ما يعرفنيش، أنا أقدم لكم نفسي. أنا اسمي ياسين الزغبي، ولما كان عندي 17 سنة لفيت بعجلتي محافظات كتير في مصر. بعد الرحلة دي أنا كنت فاكر إن أنا شفت مصر وعرفتها كويس، لحد ما انضميت لبرنامج حياة كريمة. ساعتها أنا شفت مصر الحقيقية، مصر يمكن معظمنا ما يعرفهاش كويس. أنا لفيت قرى كتير ونجوع، ورحت من أول الدلتا ورحت الصعيد ورحت البحر، رحت كل حتة. معلش أنتوا كتير جدا وأنا متوتر شوية فسامحوني. أنا في الوقت ده أنا عرفت فعلا فعلا ليه بيقولوا على المصري أصيل وليه بيقولوا على المصري جدع. بس أهم من كل ده، أنا عرفت إيه أهم صفة فينا كمصريين: حب الخير. حب الخير قبل أي حاجة، حب الخير للبعيد قبل القريب، ويعني للي ما نعرفوش، ولكل الناس، لكل اللي حوالينا لأن هم مصريين. بعد كده أنا تعلمت أهم درس، تعلمت أن حب الخير ده دايرة بيبدأ عندك وبيرجع لك تاني. شكراً لمصريين على الدرس ده، بجد درس حياتي كلها. عرفت كمان ان احنا مصريين وان احنا بنتعدى الصعب بالامل، ان احنا بنتحد تحت رايه واحده، رايه الحلم، حلم الجمهوريه، الجمهوريه الجديده اللي احنا عملنا المعجزات علشان نبنيها. ودي كانت اول خطوه، اول خطوه في طريق احنا لسه هنكمله لحد ما نعيش كلنا حياه كريمه. شكرا، تحيا مصر.